هذه هي الأشواط التي خصصت أيضا لأيضا هيجن أصحاب السمو الشيوخ التي تنطلق بمسافة 6 كيلومترات، وهي أيضا التي سمت أيضا بالطفح ليعطى المجال لهذا السن خلال أيضا هذا الختامي الكبير، ختامي المرموم، ختامي هذا الميدان الذي سمي أيضا بالميدان الذكي في عام 2014، الذي يأتي أيضا بهذه التطورات الإلكترونية التي قدمت أيضا لملاك الهجن ليكون أيضا هذا الميدان هو الميدان الإلكتروني والذكي. ينطلق مشاهدينا الأعزاء الشوط 13 الخاص بالأبكار المحليات الأصايل، أصايل الدار، محليات الدار، منبع هذه النوعيات التي تنطلق أمام حضراتكم مشاهدينا الأعزاء متابعي دبي ريسنج وجميع القنوات الناقلة أيضا لهذه الأشواط التي تنطلق بهذا المساء. نتابع المقدمة ونسير مشاهدينا الأعزاء بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول خلال هذا الانطلاق. هنا تأتي مشاهدينا الأعزاء رشيدة اللي على المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم، اللي ضم الرشيدة السيد حمد بن علي العويسي. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني لدى انطلاقة هذا الشوط. هوايل تأتي في المركز الثاني بشعار هجن الشحانية واللي ضمرها العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، بينما المركز الثالث تأتي الحدرة في المركز الثالث وخلال هذا الانطلاق لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بمتابعة أحد شبابنا المضمرين أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي من يتولى التضمير والعناية. المركز الرابع هنا تتواجد أيضا مشاهدينا الأعزاء اليافل، اليافل اللي تحتل المركز الرابع في هذا الانطلاق بشعار هجن الرياسة. عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي يتولى عملية التضمير والتدريب. خامسا تاتي سرابة أيضا بشعار هجن الرياسة، سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. المركز السادس من الجانب الآخر الهدى لهجن الرياسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيري قيرت وانتقلت من المركز السادس إلى المركز الخامس في هذه اللحظات. سادسا تاتي أيضا مشاهدينا الأعزاء الحدرة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. وسابعا هنا انطلاقة انتصار لهجن الشحانية، سلطان بن محمد الوهيبي يتولى عملية تضميرها وتدريبها مع المركز السابع في هذه اللحظات. المركز الثامن الشاهينية تتواجد في المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وايضا مشاهدينا الاعزاء عبد الله بن طالب بن شريف من يتولى التضمير والعنايه. تاسعا هنا انطلاقه واللي غيرت الى المركز الثامن في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسه مع وجود مياسه بمتابعه المضمر السيد علي بن يميل الوهيبي. وهناك المركز العاشر تاتي ايضا هملوله في هذا الانطلاق لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم سالم بن مطر بن حاد الاكتبي، يتولى عمليه تضمير هملوله في المركز العاشر. بهذا مشاهدينا الاعزاء اختتمنا ندانا الاول للعشر المراكز المتقدمه في هذا الشوط. التذكير بجائزه هذا الشوط سياره ايضا رصدت للفائز بالمركز الاول، رشيده رشيده مشاهدينا الاعزاء. هنا بهذا الشعار، شعار هذه الاسماء التي قدمت ايضا العروض الممتازه وشاركت مشاهدينا الاعزاء مشاركه جميله ورائعه للقايه. تاتي رشيده لتحمل هذا الشعار، شعار سمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم مع احد شبابنا المضمرين حمد بن علي العويسي الشاعر، الذي ياتي بانطلاقه رشيده متابعا بعمليه التضمير والتدريب في هذا الانطلاق. بينما المركز الثاني، الله يا سلام، اليافل، اليافل وصلت، خذت المركز الثاني خلال هذه الانطلاقه وخلال هذا التحدي. فاذا سالت عن الموقع، انتصفنا 6 كيلومترات، انتصفنا نعم 6 كيلومترات، قطعنا 3 كيلومترات والمتبقي ايضا 3 كيلومترات. اليافل على المركز الثاني لهجن الرياسة، عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، بينما المركز الثالث هنا انطلاقت وتواجد أيضا الهدى على المركز الثالث بشعار هجن الرياسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيلي يأتي مقدما الهدى في هذا الانطلاق. المركز الرابع هنا تأتي أيضا هوايل على المركز الرابع لهجن الشحانية، والعملاق سلطان بن محمد الوهيبي يتولى عملية التضمير والتدريب في انطلاقة أيضا هوايل، بينما
خامسا تاتي هنا سرابه لحقن الرئاسه. سهيل بن احمد بن دري الفلاحي يتولى عمليه التضمير والتدريب مع ايضا انطلاقه مشاهدينا الاعزاء وتواجد السرابه في هذا الانطلاق بالمركز الخامس. سادسا تاتي مشاهدينا الاعزاء الحدره وحذاري من الحدره اللي على المركز السادس في هذه اللحظات لسمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي مضمرا لدى انطلاقه الحدره. بينما المركز السابع تاتي ايضا هنا مشاهدينا الاعزاء مزاد التي سوف يكون لها المزيد من التقدم نحو المراكز المتقدمه بشعار هجن العاصفه. حمد بن راشد بن غدير من يتولى عمليه التضمير والتدريب لدى انطلاقه هذا الاسم مع المركز السابع. المركز الثامن وصلت مياس ايضا من هجن الرئاسه. علي بن يميل الوهيبي يتولى عمليه التضمير والتدريب الوصول مع المركز التاسع في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع والجميل الشاهينيه لسمو الشيخ حمد بن راشد المكتوم عبد الله بن طالب بن شريم. وعاشرا تاتي انتصار من هجن الشحانيه سلطان بن محمد الوهيبي يتولى عمليه التضمير والتدريب في انطلاقه هذا الاسماء التي تتواجد ايضا وتنطلق بشعار هجن الشحانيه العوده الى المقدمه العوده الى الصداره. الله يا سلام الهده الهده غيرت مشاهدينا الاعزاء بدات تنهد الى الصداره الى المقدمه لتنطلق بشعار هجن الرئاسه. احمد بن مطر بن مايد الخيلي ياتي مضمرا لدى انطلاقه الهده. المركز الثاني اليافل تتواجد بالمركز الثاني في هذا الانطلاق لهجن الرئاسه. عيسى بن احمد بن مايد الخيلي يتولى عمليه التضمير والتدريب. رشيده على المركز الثالث في انطلاقه هذا التحدي المثير لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. حمد بن علي العويسي من يتولى عمليه التضمير والتدريب. الثلاث انفردنا امامكم مشاهدينا الاعزاء عن بقيه الاسماء المشاركه في هذا الانطلاق. خلاص 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 1200 يا اخواني 1200 المسافه المتبقيه على نهايه هذه الامتار. 1200 متر فقط لنحسب هذه الامتار لنراقب هذه الامتار من سوف يتجاوز من سوف يغير الى المقدمه. المركز الرابع وصلت ثمينه 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 لسمو الشيخ حمد بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد ياتي بهذا الاسم الثمين هنا مع هذا الانطلاق مع هذا التحدي الرائع والجميل. خامسا تاتي مياسه لهجن الرئاسه. علي بن يميل الوهيبي يتولى التضمين لدى انطلاقه مياسه. اكتملت الخماسيه اكتملت الكوكب الخماسيه. الله يا سلام اليافل اليافل غيرت الى المقدمه ولكن ثمينه 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 تاتي على الصداره ثمينه على المركز الاول بهذا الانطلاق الثمين مع الامتار الاخيره لسمو الشيخ حمد بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد. الله 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 يا سلام يا سلام اليافل على المركز الثاني. التحديات الاخيره الانطلاق ايضا من الهده على المركز الثالث. التحدي الاخير الله لمن الناموس لمن الفوز والانتصار في هذا الشوط شوط المحليات الاصايل محليات الدار اصايل الدار. ثمينه 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 على المقدمه مع الخطير الخطير مع ثمينه ثمينه مع الخطير. وهنا تاتي الهده مع الرئاسه بشعار ايضا الرئاسه بمتابعه مشاهدينا الاعزاء رجل الخطوط النهائيه احمد بن مطر بن مايد الخيلي. ثمينه والهده الهده وثمينه ثمينه والهده. التحدي الاخير مع الخطوط النهائيه. الله 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 ثمينه ثمينه تضيف الناموس الثاني في هذا المساء لسمو الشيخ حمد بن راشد المكتوم وللخطير احمد بن سلطان بن رشيد. المركز الثاني اتت الهده من هجن الرئاسه بينما المركز الثالث اليافل من هجن الرئاسه والمركز الرابع مياسه من هجن الرئاسه. خامسا كان من نصيب رشيده لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. تحدي واثاره انطلاق رائع وجميل حتى الامتار الاخيره ولكن ثمينه تاتي بهذا الاسم الثمين لتخطف ناموس هذا الشوط بالانطلاق الرائع والمميز مع الامتار الاخيره لتهدي الفوز والناموس المره الثانيه لسمو الشيخ حمد بن راشد ال مكتوم. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار. لحظات ايضا التسلل وتفاجئنا في الامتار الاخيره لتهدي وتسجل النقطه الثانيه في مساء هذا اليوم. تهانينا وناموس سمو الشيخ حمد بن راشد المكتوم وللخطير احمد بن سلطان بن رشيد على فوز ثمينه بالمركز الاول بتوقيت زمني 9:24 سته اجزاء من الثانيه. بينما الهده اتت في المركز الثاني لحقن الرئاسه مع المضمر احمد بن مطر بن مايد الخيلي ايضا ادت اداء جميل وانطلاق رائع حتى الامتار الاخيره بتوقيت زمني مقداره 9:00 مشاهدينا الاعزاء. حفلنا
الكريم. 9 دقائق 24 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، بينما من حل ثالثا مشاهدينا الأعزاء في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع والجميل كانت اليافل في المركز الثالث بشعار هجن الرياسة مع المضمر عيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي، أيضا سجل التوقيت زمني مقداره 9 دقائق و28 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهاني لو ناموس لكل الفائزين. على البركة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، نأتي بكم إلى شوط الختام وشوطنا 14 الخاص هنا بالبكار الثنايا.